طبعا احنا عارفين ان البيفل لازم يكون توورد البون، بس احنا قلنا في نفس الوقت ان ما ينفعش المريض يشوف الايه السيرنج عشان ما يخافش منها، يعني بالظبط الموضوع اشبه زي الاضحيه، ما ينفعش الاضحيه تشوف السكين. فعشان انت بقى تقعد تدور على البيفل وزي النيدل دي كده تقعد تشوف البيفل فين، فالمريض ايه اهو البيفل اهو، بس طبعا ايه تقعد كل شويه تشوف كده، وخاصه لو انت نظرك ضعيف يعني هتلاقي نيدلز تانية موجوده فيها بيفل انديكيتور زي النيدل دي كده، موجود على فكره عادي في السوق خالص يعني، اهي شايفين البيفل انديكيتور اللي هو السهم ده ماشي ده مش اهو، بمعنى ايه؟ بمعنى انا هركب دي كده وهي لسه مقفوله قبل ما اكشفها خالص اهو، جاي مركب دي كده اهو طبعا، وانت من بره كده تشوف السهم، المفروض يكون السهم تحت كده عشان ده الفيس اللي هو توورد البيشنت ده، عشان لما تيجي اهو كده هخش انا شايف انا حقنت قد ايه وليكن هنا، وفي نفس الوقت البيفل توورد البوم، يعني لما اجي اكشف كده المفروض ما اشوفش السهم، تلاقي السهم هنا شفتيه؟ ده السهم ده بيقول لك الايه اتجاه البيفل فين بالظبط، اعمل زوم كده عليه هو هنا بيقول لك اتجاه البيفل قد فين، المفروض انا اخش كده عشان المريض ما يشوفش متعرفش انت تشوف بقى تدور البيفل فين، هتلاقي سهم كده اهو هو ده يقول لك اتجاه البيفل، هتلاقي شركات تانية ما بتحطش السهم ده، فانت ايه يفضل يعني دي احسن.